إذا ذكرت الفيقين تقفز للذهن قلعتها الشامخة، قلعة الفيقين. في الطريق إلى ولاية منح تستوقفك هذه القلعة المهيبة على مدخل الولاية، إحدى أهم معالم منح. قام ببنائها الشيخ مسعود بن محمد البوسعيدي في بداية فترة حكم النباهنة عام 1027 للهجرة الموافق 1617 للميلاد. وهي تحفة هندسية معمارية باستحكاماتها الدفاعية، تتكون من 4 طوابق رممتها وزارة التراث والثقافة بشكل كامل. حارة الفيقين تقع في وسط البلد، وتتوسطها القلعة الشامخة، وهي عبارة عن بيوت جميلة بديعة التكوين. وهذا المكونة تقريبا ما يقارب من 150 إلى 200 بيت هذه الحارة. تحت هذه القلعة المهيبة والحصينة تتوزع بيوت حارة الفيقين، يرى عليها الوداعة والسكون، وكأنها تستمد سكينتها من شموخ هذه القلعة التي تتسيد المكان. تأخذك الطرق المتعرجة بين بيوت الحارة ومرافقها الموزعة بكل إتقان، بيوت من طابق أو طابقين مبنية بالحصى والطين مسقوفة بجذوع النخيل. تتوقف أمام تفاصيل البناء، جدران سميكة تتزين بروازن وأرفف خشبية ونوافذ طولية واسعة تزيد البناء فخامة واتساعا. وهذه الحارة عبارة تتكون من طابقين أو 3 طوابق، من دورين أو 3 أدوار يعني. فالدور الأول يتكون يعني عبارة عن غرف خاصة المطبخ وغرف النضد التمر وغرفة تسمى الخليل يوضع فيها هذه خاصة البر أو القمح. بينما الغرف العلوية فيها هذه غرف النوم، وفيها من البدء الجمال والإبداع الفني المعماري العماني. ونجد في كل مثلا في بعض هذه الغرف نجد الرفوف أو تسمى بالعماني الروازن. في هذه الرفوف تستخدم لحفظ الكتب أو المخطوطات أو متاع المرأة، يعني أدوات المرأة، أدوات زينة لدى المرأة، وفيها بعض الحاجات المهمة لها. ترى على بعضها نوافذ وأبوابا خشبية بزخارف محفورة، والقلعة تفرض حضورها في كل زاوية من زوايا الحارة. فكلما خطوت في سكة من سكك هذه الحارة تظل العين متعلقة بالقلعة الشامخة، تزيد المكان مهابة وجمالا، والكل يصغر في حضرتها. ولا يمكن الدخول للحارة إلا من الباب الرئيسي، وهو يسمى باب الصباح، وهو باب الرئيسي. ويفتح الباب عند شروق الشمس ويغلق عند غروبها.
الأهمية التاريخية لهذه القلعة لهذه الحارة حارة الفيقين تتمثل في وجود الفلج الذي بناه الإمام سلطان بن سيف العربي. بمعروف أن لماذا؟ لأن الفلج له شريان، الشريان الحيوي للحياة في كل مكان يعني. والقلعة الشامخة وجودها كذلك لحماية الساكنين والقاطنين هذه المنطقة وهذه الحارة من الأعداء ومن الاعتداء من العدو الخارجي. هذه طبعا تكمن هذه أهمية التاريخية، ولهذا بهذين المنجزين العظيمين الفلج والقلعة دخلت الحارة التاريخ من أوسع أبوابه. وتتوزع في جوانبها مرافق الحارة العامة، المسجد والمدرسة والسبلة، الثلاثي الذي لا غنى لأي حارة عمانية عنه. ويجري قريبا منها شريان كل حارة الفلج، فلج الفيقين يروي الأراضي الزراعية المحيطة نخلا ومزروعات متنوعة، يضفي على المكان نضارة وحيوية، وتبقى الحارة بوجوده حية في وجدان أهلها وتحت أعينهم. الحارة كما سبق وأنت تحدثنا عن الحارة هي تتكون من دورين أو ثلاثة أدوار، وبديعة التكوين بديعة البناء العمارة العمانية واضحة في هذه الحارة في بيوت هذه الحارة، بإضافة لذلك إلى وجود المسجد وكما قلنا القلعة والمرافق الأخرى للوضوء والاستحمام وما شابه ذلك، كل هذه مقومات لهذه كل هذه مقومات للحارة. والبيان طبعا وشريان هذه الحارة وجود الماء وجود الفلك وما شابه ذلك، إضافة إلى ذلك وجود المدرسة في هذه الحارة في المسجد بالذات، كان تقام هناك دروس في الفقه ودروس في اللغة العربية، وكان من أبرز هؤلاء الذين يدرسون في هذه المدرسة الشيخ يزيد بن خالد البوسعيدي رحمه الله تعالى. تمددت بلدة الفيقين وتوسعت حول الحارة القديمة، فظهرت مساكن حديثة، غير أن الحارة ظلت ببنائها الطيني حاضرة في المشهد، شاهدة على ماض عريق وذكريات عاشتها أجيال لا زالت تذكر تفاصيلها. والحارة تستمد بقاءها وحضورها من القلعة الشهيرة التي تقف منتصبة وسطها بكل شموخ. أهم العلماء في هذه الحارة حارة الفيقين الذين تخرجوا واستفاد الناس من علمهم ومن وسع علمهم الشيخ العلامة محمد بن مسعود البوسعيدي المتوفى سنة 1902 للميلاد رحمة الله عليه، الشيخ القاضي الفرضي العلامة يزيد بن خالد البوسعيدي، الشيخ زهران بن بارك، الشيخ منصور بن وأخوه الشيخ منصور، والشيخ عبد الله بن زهران، والشاعر ناصر بن أحمد وناصر بن نصر الشيخ نصير بن ناصر البوسعيدي. هؤلاء كانوا أقطابا، كانوا علماء في هذه الحارة وفي ولاية منح، وبالأخص الأحرى في ولاية في قرية الفيقين حارة الفيقين، كانوا فعلا هنا وكانوا يقيمون الدروس والمعارض، وكانوا كذلك كانوا قضاة
بعضهم تقضى في العهد الإمام السلطان سعيد بن تيمور والأئمة الإمام سالم بن راشد الخروصي والإمام محمد بن عبد الله الخليلي، فكانوا مشاعل هدى ومشاعل خير ومشاعل نور لهذه للعمانيين وللمسلمين قاطبة.